تعتقد الإطار التنسيق الآن من خلال خطواته بدأ يشتغل أو عاد سياسة أو شعار بعد ما نمطيها الآن يتمسك بالسلطة، منشغل ببناء السلطة أكثر من غيره، أم تجده إطار من عند الحكومة أو مكون سياسي منفتح على كل المكونات السياسية ما عنده عقدة تجاه أحد؟ شو شو فيها الصح؟ هو منفتح لأنه مسيطر، لأنه خلاص أصبح في وضع اللي ما ننطيها، يعني ما إلى منافس الآن قوي يقدر يزيحها. حتى اللي ممكن يأثرون عليه من المكونات الأخرى هو راح شاركهم، جابهم ودخلهم إياه بالحكومة وبالعملية السياسية، وبالتالي ما أصبح أكو خصم واضح لمحاسبته. قبل أكو معارضة، قبل أكو شو وقت كانت عندنا معارضة؟ لا عندنا معارضة، شوف احنا بال 2006 الى 2010 ما دخلنا حكومة، دخلنا معارضة بس شبعنا كتل، والله شبعنا كتل، اعتقالات وتصفيات جسدية، ما خلوا عندنا مسؤول في محافظة من المحافظات بارز اذا ما تم تصفيته جسديا، وما خلوا عندنا ناس اللي كانت فعالة في الانتخابات إلا واعتقلوها، هذا إرهاب وهذا يعني أمور أخرى، بحيث أنه المضايقة أصبحت كبيرة جدا لدرجة وصلنا إلى مرحلة أن المواطن قام يخاف يجي يراجعنا إلى مقرنا. اللي يجي مرة من المرات جانا وفد من أديالة ودخل بكوستر ودخلوا انطلعوا وقتلوا ثلاثة من عندهم بالطريق، يقول لك أنا يعني أكو حد معين للمجازفة بس مو لهالحد هذا، يعني ماكو معارضة بالعالم كله تتعرض إلى اضطهاد مثل الاضطهاد اللي تعرضنا إليه. لكن بقينا بالبرلمان معارضة. قبل أكو ربما التيار الصدري يعني عنده وجهة نظر مخالفة للآخرين، ولذلك تسمع أصوات هنا وهناك. التيار الصدري أيضا انسحب من البرلمان، والآن صافية كليا بالبرلمان، عندهم أغلبية كبيرة جدا ويقدر يمشون. طيب خلينا أسألك بصيغة أخرى، إلى أي مدى أنتم كمكون سياسي بالمناطق الغربية أو خلي أقول المكون السني تضرر كثيرا من عدم وجود مقتدى الصدر بالبرلمان أو بالعملية السياسية جيد، أو لو عادي حزب أو كتلة وانسحبت وهذا من حقها؟ لا، هي المشكلة أن الكتلة كانت تمتلك أغلبية في داخل البرلمان، وتمتلك رئاسة الوزراء، وتمتلك رئاسة البرلمان اللي هو التيار، وتمتلك إلى حد كبير رئاسة الجمهورية. ما كان أي من هذه الأطراف مناكف للتيار الصدري، فالكل كان يعني تحت سيطرتها. هذا الانسحاب مفاجأة كبيرة صار، يعني ما أعتقد أكو واحد كان يتوقع أن تصير حركة من هذا النوع بحيث يسلم الجمل بما حمل إلى الطرف المناهض. شغلة يعني مستغربة، يعني أحيانا الواحد يفكر يقول لك عندهم ربما حسابات خلنا ننتظرها شو راح يصير، لكن هذه الحسابات لحد الآن انتخابات ما واضح أنه راح يدخلون بالانتخابات. طال الانتظار ها؟ اي طبعا، انتخابات ما واضح انه راح يدخلون بالانتخابات، فتخيل ان الانتخابات راح تؤدي الى مجالس محافظات ومحافظين كلها من طرف واحد. انتوا وين بالمعادلة؟ احنا الكم الله. اي والله يمكن ان الله، يعني الحقيقة كمكون سني، واللي انا ما عمري ما اتكلم بهذا الموضوع، أنا أعتقد وضع ضعف بشكل كبير جدا عن قبل، حتى عن قبل بالرغم من الاضطهاد اللي صار قبل والكذا، لكن كانت أكو شخصيات معينة واضحة عندها وجهات نظر وتجلس وتناقش بقوة. الآن صار صراع مصالح بس، أو يعني تخادم مصالح.